لك سؤال صريح بظل تواجدك بوقتها في نادي الطلبة، ايش قد كنت راسم سقف زمني ويكون الطلبة بطلا للدوري؟ كم موسم بوجودك؟ موسمين يعني ثلاثة حقيقة. ايه يعني مو بطل للدوري، خل اكون وياك واقع، لبناء جيل لحصد عدة مواسم وليس موسم واحد. ألقاب متكررة. نعم. ايش قد كابتن؟ كانت حتى لو مو دوري كاس سوبر. نعم. خمس سنوات. خمس سنوات. نعم. بعدها تقطف الثمار. نعم. كنت اعتمد بشكل كبير على الفئات العمرية هذا الموضوع. يعني كان اكو خليط من الفئات العمرية زائد المحترفين زائد لاعبين بعض العناصر المهمة للمنتخب الوطني، يكون اكو تشكيلة مهمة جدا وراقية. بنفس الوقت الفئات العمرية اللي انا راح اعتمد عليهم هم الاساس. هم اللي راح يصيرون بعدين مستقبلا بالخط. زين بالضبط. هذا المشروع بعده مستمر؟ يعني بعد خمس سنوات نلقى الطلبه بطل؟ لا لا ما تنفذ. ما استمرت عليه. شوف انت اليوم متخطط لازم تكون عندك شنو؟ سقف مالي. تمام؟ عندك لازم اموال. هاي الاموال ترصد خلال هاي الخمس سنوات، تمام؟ هاي تدرس مع المعنيين بالوزاره، تخصص من كل موسم مثلا، من كل موسم يخصص مبلغ، انه هذا المبلغ احنا نخليه لبناء الجيل. واضح. شو وقت اشوف الطلبه بطل للدوري؟ ما صعب. صعب، عندك ناس تنافس، عندك انديه تنافس تدعم تنطي، عندها اجتهاد، عندها ناس تعمل ليل ونهار تجيب لاعبين محترفين، تستقطب لاعبين عراقيين حقيقيين اللي هم من المنتخب او من المواهب الموجوده بالدوري. احنا ضعيفين حتى بالعلاقات، ضعيفين يعني حتى ما عندنا شخص بالاتحاد عنده علاقه مع الجميع، ممكن مؤثر ما عندنا، مؤثر بالوزاره ما عندنا، فهذا ياخرنا. طبعا لان شكو نجم دولي محبوب يدخل للهيئه المؤقته او داخل اداره الطلبه يبعد عزيزي، وكانما ما يريدون لاعب يبقى بالفريق او بهذه الهيئه. شوف انا اللي اتفاجئ به، يعني اتفاجئ يعني دكتور اوجه له تحيه، دكتور صلاح رئيس النادي، انا